البداية ديالي كان لي أول حاجة هو سيتكوم نظاف الدوار، كان بين الأدوار الرئيسية. من بعد كانت سيري حياتي، من بعد نعم لالا، من بعد ثلاثة تيليفيلم اللي كان فيهم تم بين الأدوار الرئيسية، كانت العاطي الله مع سمية أقري، الأستاذة سمية أقريو. من بعد كان تيليفيلم صحاب الباك مع أكتاغوس، من بعد كان فيلم آخر قلب كريم مع سيد عبد الحي العراقي، دو كور ميتراج، ودابا يا دابا مزيان، ومازال ان شاء الله دي زوتر بروجي في المستقبل. الفكره كانت في الاول كان عرضها عليا، مي كنا في نسيت ما ذكرتش واحد البروجي هو خدمت فيه اللي هو نهار مبروك، وكنت ضيفه شرف لجوج حلقات، وتماك فين تلاقيت مع الاستاذ هشام واقترح عليا الدور. هو ما اقترحش، ما عرفش انا كلشي شنو كان، قال لي غير هو باغيني في واحد الدور في واحد لا سيري، وغيبدا التصوير ديالها في شهر 6 شهر 7 صافي. وتماك فين بدا الشغال ديالي، انا عجبني الشغال ديالو، الشغال ديالي معاه في نهار مبروك، وزاد عجبني من خدمت معاه يعني سيري اللي كانت مده طويله فيها. غير ذكرتيهم ليا يعني رجع الذكريات كاملة اللي دوزت معاهم، كانت كلها مليئة بالفرح، وفي الاخر مليئة بالحزن، حيت ما سخيتش بهم كاملين. هو اللي شنو تعلمت منهم، تعلمت منهم بزاف الحوايج، يعني الحوايج اللي كتعلمهم غير من الناس اللي عظماء بحالهم، ومين كنقول عظماء كاملين بدون استثناء، يعني من الاستاذ الجم حتى الاخرى الزوينه تسنيم. تعلمت بزاف الحوايج، وما سخيتش داك التورناجي سالي، وكانوا اساسيه معنا، ماشي غير ممثلين، يعني ماشي واحد الشخص اللي غير جاي يدير الدور ديالو فقط، ولكن جاوا عندنا وكانوا معنا اساسيه اللي كيوريوك دير هادي ما ديرش هادي، وديما كيحاول يوريك شنو اللي احسن ليك انت كممثل. كاين واحد الحاجه اللي ديما كنقولها، كنقول بان انا الجسد ديالي كاين واحد المقوله كنقولها، واحد الفيلسوف كيقول لك ماي مايند از ماي تشيرش، العقلي هو الكنيسه ديالي. انا بالنسبه لي الجسد ديالي هو المسجد ديالي، يعني ما نبغيش نفتحو على شي حاجه اخرى، يبقى حاجه ديالي انا، ما نبغيش يعني كانت اي حاجه انا مع الجرأة، ولكن ماشي باش نبين شي حاجه باش نتسمى انا جريئه. وانا ما كاينش ممثل واحد بزاف، ما نقدرش نحدد بالضبط، حيت اخر مره كنت سونات سؤال واقترحت واحد الاسم، وجاني واحد الاسم اللي ما كنتش منتظره انايا غادي نقدر نخدم معاه، يعني انا كنظن يعني ما بقاتش شنو الكيمستري اللي غادي حنا نقدموا للناس، كيبقى التفاهم اللي يكون ورا الكاميرا عاد، باش انا مفتوحه على كاع الاحتمالات مع اي ممثل نقدر نمثل معاه ولا اي ممثله، ما عنديش مشكل. الفكره جاتني حيت وانا صغيره ماما حتى هي كانت داس بزاف المعاناه، وشتا كيفاش تعذبات وكل شيء، وما نبغي الحمد لله ماما مازال باقا معايا، وما نبغي حتى واحد يشوف ماما كتعذب نفس الطريقه اللي شفت ماما كانت كتعذب، ونبغي كل شيء يبقاو معاها وليدات ولا والدي. الوغ الا كانت انا في موتي نقدر نعاون شي واحد اخر، علاش لا؟ كل شيء ماما حياتي، انا بحال اي واحد انا كان اللي غتسول هذا السؤال غيقول لك نفس الكلمه، مصدر الهام، مصدر الطاقه، مصدر فرح، مصدر كل شيء، يعني غراس ايل بيان سور، وبابا سلمى هي اللي كاينه قدامكم دابا. انا مولوعة بالافلام الامريكيه، وكاينين بزاف ومنهم انا كنعز عليا الاكسيون، ولكن نفضل يعني يكون عندي واحد التنوع كبير،
ولكن من دابا لي دابا دابا من اون فوا قلتيها جاني في بالي اتوميك بلوند اكشن و سسبنس وداكشي داكشي اللي كيعجبني. الوغ نقول لك اتوميك بلوند، ولكن انا يعني كيعجبني كلشي، ولكن الاكثر هي بغيت نجرب شي حاجه اكشن. وبالمناسبه ندخلوا شي حاجه للتلفازه المغربيه، لا التلفازه ولا السينما فيها الاكشن، تكون دايره بنت. شكرا بزاف على الاستضافه، فريق عمل زوين بزاف، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم وعلى الناس هما اللي كيشاهدونا، ونشوفكم عن قريب العاجل.